جديد من انطلاقات الخير والبركة في عاصمة ميادين السباقات في ميدان الوثبة في هذا الصرح التراثي الكبير الذي جمع ما بين التراث والحضارة لينطلق شوطنا الخامس والذي يحمل تحديات الابكار المحليات الاصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين لأبدا وأسير مع مرموقة اللي على المركز الأول لعبيد بن ناصر بقبية المنصوري من يتقدم على المركز الأول. أنتقل إلى المركز الثاني وأجد الضبي لمحمد بن علي بن حمد الشامسي ثالث المراكز توزيع لأحمد بن خلف بن براك المزروعياتي هنا في هذا المستوى الجميل ليقدم لنا توزيع على المركز الثالث. انتقل واتحول واصول واجول ما بين هذه الاسماء التي بدأت بالهجوم وبدأت بالبحث عن الفوز والانتصار. جباره القادمة هنا بشعار سهيل بن حيان بن سالم العامري بينما المركز الخامس هذه الشهنية لداود بن سليمان بن سيف التبعية بالمركز الخامس بينما المركز السادس وصلت مخلاب عبد الله بن حمد بن علي الي ديلي يقدم لنا مخلاب القادمة بهذا المستوى. من وصل وصلت الوسمية خليفة بن حمد بالويع الخيلي وتقدمت ايضا وتحركت على المركز الثامن الوسمية لنديلة بن سالم بن نايع النعيميات بالوسمية ياتي بمستواها بانطلاقاتها مودة القادمة مودة المتحركة لمحمد بن خميس بن حمد الغيلاني يقدم لنا مودة والذيبة على المركز العاشر لسلطان بن سويد بن زايد المنصوري. هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والباحثة عن الفوز والانتصار. الجميل ما بين هذه الأسماء القوية التي تقدم العروض الجميلة هنا مع صدارة الأولى مرموقة يا مرموقة يا مرموقة عبيد بن ناصر بقبية المنصوري يتقدم بالعروض يتقدم بالأداء يتقدم بالانفراد. الكل عن بقية المشاركين مرموقة على خطى الكبار مرموقة على ثقة عالية هنا مع المركز الأول واثق الخطى يمشي ملك. بدأت هنا مرموقة مرموقة يا مرموقة عبيد بن ناصر بقبية المنصوري. انتقل الى المركز الثاني الى مخلابة عبد الله بن حمد بن علي اليديلي تقدم اليديلي على المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث من اجد هناك الضبي الضبي محمد بن علي بن حمد بن علي الشامسي رابعا فجر 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 علي بن سالم بوظفيرة العامري يتقدم مع فجر ولكن حد شاف وين مرموقة مرموقة غادرت الجميع غادرت الكل بدأت تطير بدأت تقلع بدأت تمتع بدأت تبدع. هذه مرموقة لعبيد بن ناصر بقبية المنصورية خلاص خلاص العصافة الابطان. هكذا الانفراد هكذا النوعيات النادرة التي تقدم هذا الابداع الجميل هذا الانفراد الكبير. اذا مرموقة مرموقة
فوق نعم اسم على مسمى طارت بالسلام طارت بالفوز طارت بالانتصار مع عبيد بن ناصر بقبية المنصوري يقادر الجميع ليبدع أمام الجميع ليحلق في سماء الوثبة بدون أي أوامر وبدأت الأوامر وطارت مرموقة عبيد بن ناصر بقبية المنصوري هناك مع هذا الفوز والانتصار الجميل هزاع بن صبيح الغيلاني مشكور على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني فجر علي بن سالم بن عبيد بن ظفير العامري بينما المركز الثالث كان شعار الجيلي حاضر ايضا مع مخلابه عبد الله بن حمد بن علي اليديلي المركز الرابع هنا مع فند لسعادة سيف بن احمد القبيسي والمركز الخامس كان مع المركز الخامس ايضا الضبي لمحمد بن علي بن حمد الشامسي. اذا متابعينا الكرام شهدنا المنافسة مرموقة هي البطلة تهانينا والناموس لمالك مرموقة عبيد بن ناصر بقبي المنصوري هنا من حققت هذا الفوز والانتصار. توقيتها الزمني 6:02:09 من الثانية مرموقة بشعار عبيد بن ناصر بقبي المنصوري مشكور هزاع بن صبيح الغيلاني من تابعها ايضا بالتضمير والتدريب بينما المركز الثاني والتوقيت الزمني 6:06:09 من الثانية كان شعار فجر ايضا لعلي بن سالم بن عبيد بن ظفيرة العامري بينما المركز الثالث 6:07:04 من الثانية هناك كانت مخلابة هي ايضا لعبد الله بن حمد بن علي اليديلي من رافقها بالاداء الجميل. تهانينا.